تعال نروح لاجتماع تاني لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. الاجتماع كان على أهمية المؤتمر الاقتصادي اللي بإذن الله هيتعمل من 23 ل 25 أكتوبر اللي جاي. ده جاي بتكليف رئاسي مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب زي ما كان الرئيس بيتكلم امبارح في المنطقة الحرة العامة في مدينة نصر المشروعات، قال إيه؟ قال لازم نبحث الأوضاع الاقتصادية ونعمل عملية استشراف للمستقبل ونشوف المعوقات وإن شاء الله شهر شهرين بالكتير وتبقى خلصانة. إحنا في المؤتمر هنعرف كل ده وهنعرف آراء الخبراء وهنعرف آراء المتخصصين وآراء أصحاب الخبرات الواسعة وهنشوف الآراء بتاعة ممثلي مجتمع الأعمال وبناء عليها نبني. عرض سيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع ده الأجندة المقترحة لهذا المؤتمر الاقتصادي والمحاور اللي بيتم التوافق عليها خلال أو اللي هيتم التوافق عليها أو اللي تم أصلا كمان التوافق عليها خلال أيام المؤتمر التلاتة، وبيأكد أنه هيتم اعتبار من الأسبوع اللي جاي الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر. كمان هيطلق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر لتلقي المقترحات والأراء الخاصة بهذا المؤتمر. معنا على التليفون دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي. أهلا بك يا دكتور. يا اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك دكتور فرج. المؤتمر الاقتصادي هيبقى على مده 3 ايام. انا اتصور انه كل الخبراء والمختصين ومجتمع الاعمال والصناعه المصري تتوجب عليه المشاركه ان اراد خيرا للبلاد ولنفسه، صح كده؟ نعم، اعتقد كمان انه زي ما حضرتك تفضلت في زي ما جاء في الاجتماع النهارده بتاع السيد رئيس مجلس الوزراء انه هيكون في طرح مستقبلي، وده غير العاده ان يستقبل كافه المقترحات، وبالتالي هيدي فرصه لرجال الاعمال الحقيقيين بجد ان هم يساهموا ويطرحوا وجهه نظرهم وفكرهم، ومش بس يطرح ان كان عنده اشكاليه او تحدي معين، ولكن بجانب التحدي يطرح الحل اللي يقدر يخدم الاستثمار ويخدم البلد في نفس التوقيت. وده أمر مهم جدا يعني، ويمكن يميز المؤتمر المقترح يعني عما كان عليه في السابق. تعتقد يا دكتور فرج أنه الجانب الأكبر من توصيات هذا المؤتمر سوف تذهب إلى أي قطاع من القطاعات الاقتصادية؟ يعني أنا بحاول أجتهد وبقول قد يكون لقاطرة الصناعة. من المؤكد طبعا ان القطاع الصناعي هو اللي هيكون، مش عايز اقول يعني او اجزم انه هيبقى 80% او 70% على الاقل قطاع صناعي لاسباب عده. اولها يعني بيئه الاعمال اصبحت مواتيه جدا لاستقبال حجم من الاستثمارات المباشره بشكل كبير. الامر الثاني هو الرغبه الحقيقيه من الدوله في اتاحه المزيد من الفرص الاستثماريه للقطاع الخاص المحلي والدولي، خصوصا ان احنا شهدنا يعني تحديث لخريطه الاستثمار واتاحه الفرص الاستثماريه على مستوى الجمهوريه لمده لعدد ست مرات، كان اخرهم التحديث باضافه المنطقه الاستثماريه التابعه لهيئه الاستثمار في بنها وفي ميت غمر، وده يدينا فرصه انه التركيز هنا ما بقاش مركزي ولكن بقى واخد في اعتباره البعد او التوزيع الجغرافي للمناطق اللي فيها ميزه نسبيه في كل صناعه او كل قطاع من القطاعات اللي ممكن يصنع سلعة معينه، والسلعه دي تغطي الانتاج، تغطي الاستهلاك المحلي وكمان تتوجه للاسواق الخارجيه. باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور فرج، كل الشكر ليك دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي المعروف.